مشاهدينا الكرام للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المتخصص في الشأن السوري السيد ياسر النجار. أهلا بكم سيد ياسر. بداية، الأنباء تتحدث عن سيطرة المعارضة على نقاط استراتيجية بريف حماة الشمالية أهمها تل الحماميات، كيف ترى هذه الانتصارات وانعكاساتها على المشهد السياسي والعسكري؟ حياكم الله. يعني نستطيع أن نبدأ القول أن محاولات روسيا منذ 3 أشهر تقريبا بأن تكون هناك سياسة القضم والحسم العسكري في إدلب باءت بالفشل. حتى هذه اللحظة لم تستطع روسيا إلا أن تتقدم مسافة في منطقة كفر أنبودة ومنطقة أخرى ببضعة كيلومترات، في حين أن العمليات العسكرية فيما بعد تحولت من حالة دفاعية للثوار إلى حالة هجومية. نحن نتكلم عن هجوم لم يسبق له نظير، انتصار لمنطقة تعتبر من الناحية العسكرية منطقة مشرفة على كل المنطقة التي سيطرت عليها روسيا في البداية، وهي تعتبر أيضا مدخل إلى مدينة حماة. هذا الكلام يشكل تراجع عملياتي عسكرياتي كبير بالنسبة للنظام. هذا إذا أكد على شيء يؤكد على أن النظام وعناصره أصبح لا يوجد لديهم إرادة قتال بالمعنى المطلوب. وهل هذا مبرر لاستمرار قصف النظام لمناطق المدنيين أو مناطق خفض التصعيد تحديدا ويتم فيها استهداف المدنيين بشكل خاص؟ يعني بتصوري النظام يعامل الحاضنة المدنية بسياسة العقاب الجماعي، بسياسة الأرض المحروقة. الطيران الروسي والطيران النظام لا يعني ليس لديه أي رادع في استهداف المدنيين، استهداف المشافي التي موجودة على خرائط الأمم المتحدة كأهداف يمنع استهدافها كونها مناطق مشافي، والجميع يعلم أن هذه هي مشافي معلومة الإحداثيات، في حين نجد أن روسيا لا تلقي لذلك أي بال. إذن روسيا والنظام ليس لديهم أي ردع في عملية استهداف المدنيين، هم يحققون هزائم وإخفاقات على المنحى العسكري في مناطق التماس، وبالتالي يستهدفون الحاضنة في العمق مناطق المدنية، وكما ذكرت الاستهدافات تكون لمناطق ليس لديها أي واجهة عسكرية أو توجه عسكري. وبالتالي أنا بتصوري هذه الحالة أيضا لا تستطيع روسيا الاستمرار فيها. نحن نتكلم عن ميزانية مفتوحة لن يستطيع الاقتصاد الروسي والنظام المنهار أن يساوم على هذا العمل العسكري. 3 أشهر كل يوم يكلف روسيا مثل هذه الطلعات جوية ميزانية تتجاوز المليون إلى 4 مليون دولار، ولا يوجد من سيدفع الفاتورة. الولايات المتحدة الأمريكية يعني مسرورة باستنزاف روسيا وإيران في مثل هذه المعارك، لا آخر ما يهم هو الضحايا المدنيين. سيد ياسر، إذا تحدثنا قليلا عن الجانب السياسي، الحل السياسي الآن هل تعتقد أنه يسير في الاتجاه الصحيح رغم سلبية الدول الضامنة؟ يعني أنا بتصوري كما ذكرت روسيا لديها مشكلة، هي تريد أن تخطف الثمار ولكنها في الآونة الأخيرة كأن الثوار يريدون منها أن تتورط عسكريا. أنا بتصوري النظام ليس لديه إرادة قتال، الروس لا يستطيعون أن يتقدموا في الناحية العسكرية، إلا إذا ما تدخلوا عبر قوات برية، وهذا الأمر سيكون مقبرة لها. لذلك أنا بتصوري الوضع السياسي بالنسبة لروسيا سيجعل منها تقبل التقدم في مسيرة الحل السياسي. ما راهنت عليه روسيا في اجتماع القدس أنها ممكن أن تقوم بتسوية معينة على حساب إيران وعلى حساب تركيا حلفائها في ما يعرف باتفاق الأستانة أو سوتشي، أنا بتصوري أصبح هذا الأمر مكشوفا. لذلك أنا برأيي الولايات المتحدة الأمريكية مسرورة باستنزاف روسيا، مسرورة أيضا باستنزاف إيران وتركيا، ولكن في نهاية المطاف نجد أن الثوار على الأرض وبدعم من خلال تركيا قلبوا المعادلة على روسيا وإيران. المشهد الآن من الناحية السياسية قد يكون خلاص بالنسبة لفاتورة الحرب المفتوحة لروسيا، وأيضا هناك ضغوطات من الحاضنة على النظام الذي بدأت تقول أنها لا يهمها موضوع إدلب، وبالتالي هم يقبلون بتقسيم سوريا أو أنهم يعتبرون أن هذه المنطقة آخر ما يهمهم وتكلفهم فاتورة كبيرة، في حين أن الثوار على الأرض بدأ الموازنة لديهم تنعكس أو بدأوا يتأملون أنهم يمكن أن يتقدموا على المنحى العسكري، وبالتالي سيكون لهم. طيب سيد ياسر، دعنا نبقى قليلا في إطار الانتهاكات
أو انتهاكات النظام بشكل أدق. وصل فريق أممي إلى سوريا للتحقيق بتسع هجمات كيميائية بينها هجوم دوما. كيف للمعارضة أن تستفيد من هذه الإدانات التي تصدر بحق النظام على طاولة المفاوضات؟ يعني بداية مثل هذه التحقيقات هو رسالة موجهة إلى النظام على أنه كما لديه ضغط عسكري ولديه ضغط سياسي سيكون لديه منحة لضغط قانوني من خلال الانتهاكات وإثبات أنه ارتكب هذا النظام جرائم حرب واستخدم الأسلحة المحرمة دوليا. أنا بتصوري لا يوجد ردع للنظام أمام استخدامه لمثل هذه الأسلحة، ولكنها رسالة تقول على أن النظام يمكن أن يكون مستهدفا، ولا تستطيع أي دولة أن تساوم على إبقاء النظام في خريطة أي حل سياسي، كون أن هذا النظام سيكون مدانا دوليا وعبر جرائم حرب، ولا تستطيع روسيا أن تبرئ مثل هذه الجرائم، كون أن روسيا قد تتورط أصلا في بعض الجرائم، كون أنها بعض الجرائم يعني كانت مستهدفة من خلال المطارات والحركة الجوية كلها تحت إشراف ما يسمى قاعدة حميميم التي هي قاعدة عسكرية روسية. أنا بتصوري هذه ورقة سياسية للضغط على النظام من المنحى القانوني. سيد ياسر النجار المتخصص في الشأن السوري كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا لك.